موضوع جلب اللاعبين الشباب من البطولات الأوروبية هذا موضوع إعلامي وليس رياضي يا عماد. نحن في الإعلام نهول ونضخم جلب هذا اللاعب أو ذاك، وكأن هذا اللاعب عندما نستقدمه سوف نرفع به كأس العالم أو كأس إفريقيا. هؤلاء اللاعبين يتمتعون بمستويات أي نعم جميلة، مستويات تدفع بالمنتخب إلى رفع المستوى العام للتشكيلة، لكن لا تظن بأن استخدام ريان الشرقي اليوم سوف يستطيع أن يعود بالفائدة على المنتخب في الظرف الراهن. تخيل عندما استخدمنا مثلا جويري، كم استلزم من الوقت حتى صار جويري في آخر مباراة يخرج كرجل للمباراة ريان شرقي، لأنه جويري تم الاستغناء عنه من قبل منتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، بالمقابل تم يعني الإبقاء على ريان شرقي، وكان له وعود من قبل تيري أونري لكي يكون في المنتخب له. هذه خيارات فنية، هذه خيارات فنية لأوري وديشان والكثير من المدربين. الأكيد أنك عندما تتحدث عن الثورة يجب أن تكون هناك ثروة، وأنا قلتها مرارا وتكرارا، لا ثورة دون ثروة. نحن نفتقد إلى العمل القاعدي في الأندية الجزائرية، وننتظر الأمة الجزائرية الموجودة في المهجر لكي تنجب لنا هذا اللاعب وذاك اللاعب. لذلك نحن نعيش على ما تدر عليه مختلف المراكز، مراكز التكوين الفرنسية على وجه التحديد.